هذا الدستور جاء من أجل أن يكون محطة من محطات الإصلاح، وما أكثر محطات الإصلاح في بلادنا. هذا الدستور جاء ليجمع لا ليفرق، جاء من أجل أن يوحد لا ليعيد زرع البلبلة كما تريدها بعض الأطراف. للأسف الشديد هناك رهانات دولية، هناك رهانات من بعض القوى التي لا تدرك عمق أن وحدة الشعب بنيت بدماء الجزائريين، أن وحدة الشعب لم تبنى بالخطابات، لم تبنى بالتصريحات، لم تبنى بالمواقف فقط، إنما بنيت بالتضحية، بالوحدة، باستمرار النضال. فرصة أول نوفمبر القادم ستكون فرصة أخرى لشعبنا ولمواطنينا أن يعبروا مرة أخرى على تمسكهم بسيادته، على تمسكهم بثورتهم، على تمسكهم بنضالهم.